السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو خفيف ظريف على واحد السؤال مطروح بعض التلاميذ اللي كانوا يسولوني على هذه القاعدة. هذه كما كنعرفوا هذه قاعدة خاصة كنخدموا بها في الاشتقاق ديال الدالة العكسية اللي هي اف موان زان بريم ديال واحد العدد كيساوي واحد على اف بريم ديال اف موان زان ديال ذاك العدد. هذه خاصية كنخدم بها يعني صالحة باش نخدم بها الاشتقاق في الدالة العكسية. السؤال اللي مطروح هنايا كيفاش غادي نبينو هذه، ولا منين جات عندي هذه الخاصية اللي غادي نخدم بها. داكشي اللي غادي ندير في هذا الفيديو، غادي نبين لك هذه القاعدة منين جات. لربما تلقاها في الامتحان يعني في القسم، ولا تلقاها مثلا في الامتحان ديال الاخر العام، ولا يعني الامتحان اللي غادي يكون في الاخر ديال الدورة. تبع معايا وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. اول حاجه شوف معايا، حنا منين كنهضروا على اف بريم في الداله العكسيه، اول حاجه رد معايا البال هنا هذه القضيه. فاش كنقول لك الاشتقاق، الاشتقاق فين كيمشي بالك؟ كيمشي بالك واحد الخاصيه اشنا هي ديال لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. هذه هي قابلية الاشتقاق في نقطة. دابا حنايا اش بغينا نديرو الاشتقاق في الدالة العكسية، بغيت نخدم بهذه غير هنايا غادي ندير اف موان زان ديال اكس و اف موان زان ديال اكس زيرو على اكس ناقص زيرو و اكس تونفير اكس زيرو. هذه هي باش غادي نخدم وغادي نوصل لهذه. تبع معايا مزيان. دونك أول حاجة لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو ديال اف موان زان ديال اكس ناقص اف موان زان ديال اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. مزيان، يعني هنايا الاشتقاق في نقطة بالنسبة للدالة العكسية. مزيان، يعني ماشي شي حاجة جديدة ولا ماشي حاجة ما عمرك شفتيها. هذه خاصية ديال قابل الاشتقاق في نقطة. شوف معايا هاد اكس هذا وهاد اكس زيرو كيفاش غادي يمكن ليا نكتبو. لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو، تبع معايا ايطاب باغ ايطاب، ديال اف موان زان ديال اكس ناقص اف موان زان ديال اكس زيرو مقسمة هاد اكس بغيت ندخل عليها الدالة والدالة العكسية. بغيت ندير اف ديال اف موان زان ديال اكس ناقص اف ديال اف موان زان ديال اكس زيرو. يعني كيف قلنا في الفيديوهات السابقه، وقت ما تلاقات لي الداله مع الداله العكسيه كتمشي. يعني كتكون عندي الداله مثلا كندخل على الداله العكسيه كتمشي، ولا كتكون عندي الداله العكسيه كندخل على الداله كتمشي. مزيان، هنايا غادي نحاول ندير المقلوب ديال هادشي، غادي ندير ليه المقلوب. دونك غادي ندير لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو على واحد مقسم المقلوب ديال هذا، يعني اللي كان في البسط بيولي في المقام، واللي كان في المقام بيرجع في الوسط. يعني واحد مقسم على اش، هذا اللي كان لتحت هي اش، هي اف ديال اف موان زان ديال اكس ناقص اف ديال اف موان زان ديال اكس زيرو مقسمه على اف موان زان ديال اكس ناقص اف موان زان ديال اكس زيرو. مزيان، هنايا درنا هي المقلوب من هذه المرحله لهذه المرحله، هذه درنا هي المقلوب. مزيان، تبعنا مزيان، شوف اشنو عندك هنايا. هنا غادي ندير واحد البوز مع كيدوي الاذان، يسير الاذان ونكملوا ان شاء الله. من مورا مسكت الاذان نكملوا السؤال ديالنا. لاحظ معايا واحد القضيه هنايا، رد معايا البال مزيان شنو عندك هنايا. شوف عندك اف ديال اف موان زان ديال اكس، هذا الشيء اللي وسط اف ها هو كاين لتحت، وهذا الشيء اللي وسط اف عاوتاني ها هو كاين لتحت. شوف معايا هذا اف موان زان ديال اكس ها هو، و اف موان زان ديال اكس زيرو هو اف موان زان ديال اكس زيرو. علاش كتشبه ليك؟ بحال الا خديتي ان هذا بديت تسميه هو او، وهذا هو تسميه هو في. يعني اش بتولي عندك؟ بتولي عندك واحد مقسم على اش، قلنا هادشي اللي وسط في عفوا اف غادي نسميه او، اف موان زان ديال اكس غادي نسميها او، و اف موان زان ديال اكس زيرو غادي نسميها في. اش بتولي عندي هنايا؟ بتولي عندي اف ديال او ناقص اف ديال في مقسمة على او ناقص في، ياك يا هادي. يعني بحال قلتي هذا رومبلاصيت ليه بواحد التعبير ا ولا بي ولا او اي حاجة، وهذا رومبلاصيت ليه بواحد التعبير اخر اللي هو في ولا بي ولا اي حاجة اللي بغيتي. رد معايا الباء هنايا، اش بيكون عندك هنايا؟ لا ليميت ديال اش؟ لا ليميت ديال اش؟ هنايا كنقول اكس هذا طونفيغ هذا باش عوضنا حنا هذا بـ U، وهذا باش عوضناه في، يعني تولي عندنا هنايا U طونفيغ
في. وهذا اشنو كيساوي ليا؟ كتساوي لي اف بريم ديال اش ديال هاد في هادي. يعني هنايا سهله القضيه، سهلت عليا انني نمونطريو هذا السؤال. يعني رجع معايا لهنايا اش بتساوي هاد الشيء هذا؟ بيساوي اش اف بريم، ياك اف بريم ديال اش ديال اف موان زان ديال اكس زيرو، اف موان زان ديال اكس زيرو. بحال خدينا هاد اكس وهاد اكس زيرو ودخلنا عليهم اف موان زان، دخلنا عليهم اف موان زان هنا ودخلنا اف موان زان هنايا، وهكا غادي نكونوا كملنا يعني التحليل ديال هذا السؤال، وغادي نعرفوا منين جاتنا هاد اف موان زان بريم ديال اكس كتساوي هاد التعبير هذا. نتمنى الشباب الفيديو نال الاعجاب ديالكم. كان معكم الاستاذ يوسف، ما تبخلوش عندنا بواحد لايك واشترك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. تهلا فراسك، نتلاقاو في فيديو جديد.